طلقتي سير قمنا المشاهدين الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث. بلا شك العديد من المغاربه اللي تبعوا معنا قصه اختفاء ديال الطفله عبير. الطفله عبير اللي الحمد لله رجعت للاحضان ديال الاسره ديالها. الان جينا عند الام ديالها اللي غادا تعبر لنا على الفرحه ديالها، وكذلك ربما غتحكي لنا بعض الامور حول قضية الاختفاء ديال العبير. فبقوا معنا في هذا المباشر مشاهدينا الاوفياء. على سلامتك يا لولا. الله يسلمك. الله يسلمك. شفنا الفرحه مشنا الدموع الحمد لله. كيفاش لقيتي البنيه ديالك؟ وصلت تقريبا شي 6:30 هكاك، صونات علينا قالت لي ماما جي عدي لي انا في جنب البحر. فينا بلاصه قالت لي حداها من حسن الثاني. قالت لك ملي خرجت البنت وهي شادها على رجليها من هنا حتى المسجد الحسن على رجليها، وراتني نيت الله يسمي دازت حتى وصلت تما. كيفاش جات الفكره ديال تمشي لعين دياب على رجليها؟ ما عرفناش حنا الفكره، طاحت لها في بالها، طاح في بالها ديك الساعه البحر، وحنا قلبنا البارح البحر ديال عين السبع. حيت قبيله قلت لك راه عين دياب، قلت لك راه الترام راه ممكن ان الدريس مشات للترام هي مشات على رجليها، ما عندها التاريه مشات على رجليها. كنت كنعس تما حدا واحد تما واحد السيكيريتي قالت لي الله يرحم والديك غنعس حداك، قال لها نعس بنتي حتى حاجه ما غتعاديك. صافي ونعسيت حداها حتى الصباح، ضلت تما النهار كامل كتقول نعيط ما نعيط حتى وصلت 5:30 عاد عيطت لي قالت لي ماما جي ديني. صافي متيقين ولا ما متيقينش غادا كنجري ما نقول هي ولا ماشي هي. الاحساس ديالك في هذيك اللحظه اللي عيطات لك واش من احساس؟ يلا تولدت من جديد. كراسيش الطائرة توصل هنا والحمد لله على سلامتها، راه شفناها بعدا في حالة صحية جيدة الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. واخا تكرفصات هما البارح بالليل. تهي تكرفصات بزاف. واش كتعاني من شي حالة نفسية؟ من شهر 6. من شهر 6 وهي كتعاني. هي كاع تمحنت أكثر منا حنا كاع اللي واقفين. هي كاع ما عرفتش راسها اشنو عندها، ما عرفتش راسها مالها. عرفتو قبل ما نصوروا معاك هضرنا معاك كتبان لنا في حاله طبيعيه ما كاينش شي حاجه عندها. واش كتجي الحاله مره مره؟ كتجيها مره ملي كتجيها ما كتعرفش بان راه الدريه هي نيت هذيك، هي نيت هاد الدريه، داكشي اللي كيشدها ما كاين. درنا داك كتغير، درنا داكشي ديال بيليبس، درنا الشبكه 3 مرات قالت ما عندهاش بيليبس. حتى الاطباء ما عرفوش المرض ديالها. ما عرفوش المرض ديالها لحد الان، عطينا الدواء ما مشخصينش لها المرض ديالها اشنا هو هاد البنت اشنو عندها. 16 طبيب نفساني بين الطب العام والطب النفساني. بغيت توجي شي رساله لشي دكتور هو اللي باقي للاخر، اش من دكتور؟ والدكتور الاخر اللي بقى هو الرقيبي، كنا شدينا عنده الرانديفو المره الاولى لقيناه خرج كونجي. ملي عاودنا المره الثانيه قال لك حتى لشهر 7 عاد شي يمكن ليها تاخذ شوف رونديف، يعني من هنا حتى شهر 7 هو الوحيد اللي بقى لينا هنا في الدار البيضاء كامله. وجي شي رساله لي لان البنت مس الحاجه. هي غتبدا بغيتها تبدا القرايه، تبدا بنت ان شاء الله تبدا صحيح بصحيحتها. ها هو عام دار عام دار عليها غير بنت طبه، حتى شي طبيب ما عاطيها الدواء اللي ديالها، عاطينها الدواء تقريبا بحال ما شخصوش لها الحاله. ما مشخصينش لها الحاله ديالها، ها هو عام دار عليها غير بنت تجارب. هاد الدواء نجربوه، هاد الدواء نجربوه، هاد الطبيب يعني شي طبيب باش غتشد الدواء ديالو وتقول الحمد لله باقي ما لقيناهش. شنو بالنسبه للناس اللي بالنسبه للناس اللي عرفوا معاك واللي عيطوا في التليفون سولوا فيك، شنو تبغي تقولي ليه؟ الله يجازيهم بخير، هادشي اللي غنقول خلي لهم صحيحتهم. الحمد لله اللي خصهم يعرفوا ان البنيه راه معاك. الحمد لله الحمد لله. واش اول مره كتختفي عبير؟ لا كانت عبير مره كي حنا كنا رادين البال. البارح حتى غفلتنا، رادين معايا البال من شهر 6، باه جالس من الخدمه غنقابلها. نمشيو للميريز كو كيحيروا او تيقول لك هاد الدريه مالها العصب، وسير عاد ترجعي للطبيب النفساني. وحنا هاد الطبه النفسانيين راه حنا عيينا، راه 16 طبيب يعني يا الساحل يكون هاد 16 طبيب حتى واحد فيهم. واش كتغوت معاكم في الدار؟ كيفاش الحاله ديالها، الحاله النفسيه ديالها في الدار؟ بعض المرات، مره كتجيها بالغوت، مره كتجيها غير كتسكت، مره كتجيها باغا تضرب، مره كتجيها باغا تخرج. كل مره باش كتجيها؟ مرة كتجي ما كتبقاش تعقل عليا شكون انا امها ولا ماشي امها. تيقولوا بعض الناس ان خاصها الرقيه الشرعيه، درتي لها الرقيه ولا؟ درنا الرقيه. درت الرقيه ما هي مره ما هي جوج عند واحد وجوج ثلاثه. درت الرقيه.
الحمد لله اللي انها مات دابا. الحمد لله الناس مازال تيعيطوا. الحمد لله لا اله الا الله لازم كلشي كيقلب كلشي كي الحمد لله كلشي. حنا قال لك بدي السكنه ربما الدري تلقى صحيح حتى حنا السكنه يلاه دخلت لي هذه غير هاد الايام هادشي دابا شي 4 ايام ولا 5 ايام قلنا السكنه ربما غتولي الدريه لاباس يعني تلقى الجو داك الشيء. حنا قال لك هذيك الدار ما يعني تكون فيها شي حاجه تكون فيها شي حاجه وحنا دابا بدلنا العتبه وباقي نفس المشكل. الحمد لله كنتمنى انك دابا يعني تراقبي بنتك ما اكثر اكثر من المره. حنا ماشي مراقبين حنا غاديين معها بحال خيالها لانه الحاله ديالها ماشي مستقره كيف شي يقولوا يعني خصك تردي معها البال وتكوني انت الظل ديالها. حنا راه باها جالس ما خدامش على قبلها يعني ما يتفاوتش معاها خاصه الا نشات دابا غير نوض ليه خاصو ينوض واحد يتبع غفلات تكون في هذه الخرجه. حد مناش بدات من شهر 6 من شهر 6 لدابا من شهر 6 بدات لها الدريه هادشي اللي مشينا تيقول لك عندها حاله نفسانيه وحاله نفسانيه ما تشخصاتش. قلت لي قبيله شحال من طبيب؟ 16 طبيب. عندي الاسماء ديالهم بالدواء ديالهم كل واحد اش من دواء عاطي. شكون هو الدكتور اللي كيبان لك انت ان فيه الامان وغيقدر مثلا يشخص لك الحاله ديال بنتك ناشديه من هذا المنظر هذا؟ حاليا تيقولوا لي بزاف الناس كيشكروا لي الدكتور رقيبي. الدكتور رقيبي شديت عنده رانديفو المره الاولى لقيتو صافي لقيت واحد السيده في بلاصتو. صافي انا قلت السيده ما غاديش يمكن لي لحقاش انا جربت وحدين اخرين انا كنت بغيتو هوايا. صعب لي ما كتبش رجعنا ثاني دينا عند طبيب اخر اللي هو دابا عنده دابا الان هذه شهرين ملي عاودنا شدينا الرونديفو قال لك حتى شهر 7 عاد يمكن لك تشدي تاخذ الرونديفو. المهم على سلامتك الله يرجعك البنيه ديالك. الحمد لله الحمد لله والشكر لله الحمد لله. اليوم غتنعسي من بعد الحمد لله ما غتنعسي وما غتنعسي تردي معاه البال دابا. احنا ما عمرنا نعسنا من شهر 6 احنا والله القسم الا من شهر 6 ما كنعسوش حتى لا نعسو واحد كيبقى داير بالو مع الاخر خاص الدريه تنوض ولا شي حاجه كنا دايرين نقفل. شكرا لك. ما فكرتوش انكم ما فكرتوش انكم تصيفطوها في شي ربما شي رحله استجمام ان باش تبدل الجو مثلا مشيت تبدل الجو. ما قديناش كنفكروا فيها ولكن ما قدرناش على بحال هكا خفنا دار شي بلاصه توضا لك ما قدرناش نديوه. يعني كتخافوا انكم تمشي معكم ولا اخرى؟ كنت غادا طنج على سمعتها جات على خاطرها بغات تمشي جديده. بغات تمشي جديده حتى هي. شاري من جات قال لكم طنجه. دابا داك الشيء اللي كيوقع لها في راسها اللي كيطيح لها في راسها ما غاتطب. بعض المرات تكون واخا تكون هذيك الطرق ما صالحاش لها باغا تمشي فيها. اذا شكرا لكم الى اللقاء على سلامتك. الله يدير لي فيها الخير. على سلامتك اختي على سلامتك على سلامتك. الله يخليكم صحيح. اذا مشاهدينا المغرب نيوز كما لاحظتوا معنا فالطفله عبير رجعت للاحضان ديال الاسره ديالها. رجعت للاحضان ديال الاسره ديالها وكنتمناو انه تكون هذه هي نهايه الاحزان عند هذه الاسره هذه. وكنتمنى منكم كذلك انكم تردوا معايا البال شويه. وحنا رادين البال. انا معاك راه حتى شي واحد ما شي حولي ما كيتقلعوا لي قرون كما كنقولوا غير المزيد من الحضاره اختي باش ما تعاودش تكرر هذه الفاجعه. ان شاء الله تكون لاباس ان شاء الله. اذا شكر للمغاربه. الحمد لله الحمد لله. شكر للمغاربه اللي تعاطفوا معاك. الناس عيطوا لي الله يجازيهم بخير. الناس ديال الاعلام كذلك اللي هما قاموا بالدور ديالهم. الله يجازيهم بخير. اذا الى هنا سنتهي نهايه هذا البث المباشر مشاهدينا الاوفياء. كان معكم مغرب نيوز مصطفى القرناوي من هنا من منزل الشابة عبير يحييكم على أمل لقاء بكم في بث مباشر آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.